السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة رحلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رحلة الإسراء والمعراج حدثت بالفعل حقيقة، يعني أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسدي وبروحه، ولا بروحه بس، يعني كانت عبارة عن منام بس؟ الحقيقة المسألة دي فيها خلاف. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال أنها كانت مناما، وده ثابت عن سيدنا معاوية. لكن الأكثر والأغلب، وده رأي الجمهور وهذا هو الصواب وهذا هو الحق، إن رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح وكانت بالجسد، يعني حقيقة. الإسراء يعني رحلة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الأقصى، والمعراج إلى السماء الدنيا أو إلى السماء العلى. رأي الجمهور كما قلنا أنها كانت بالروح والجسد. طب الأدلة على ذلك إيه؟ قالوا أول حاجة إن ربنا صدر القصة دي بقوله سبحان، والسبحان أو التسبيح إنما هو تنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص، ولا يكون التسبيح في القرآن إلا يكون في صدر الأحداث الجليلة العظيمة. ولو كان ده مجرد منام ما كانش يناسب أبدا إن ربنا يصدر القصة بقوله سبحانه الذي أسرى بعبده. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، ولما يقول بعبده يبقى ده دليل إن هو نقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كله بعبده، سواء روحه أو جسده، ولو كان مناما ما قال ذلك. الأمر الثالث أن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لقريش أن هو ربنا أسرى به وصعد إلى المعراج، كذبوه، وأبو جهل كذبوا، وناس كتير من اللي كانوا مؤمنين مع النبي ارتدوا عن إيمانهم. ولو كان الأمر مجرد منام ما كان هناك أي داعي للتكذيب، يعني لو واحد شاف منام أنه هو راح لبيت المقدس فيها ايه دي المشكلة؟ ابو جهل نفسه ممكن يشوف ده، انا او اي حد من حضراتكم ممكن يشوف نفسه في بيت المقدس او صعد به الى السماء العليا. يبقى التكذيب ده دليل على انه كان بالروح والجسد. الامر الثالث او الامر الرابع ان هذا ليس مستنكرا لا عقلا ولا شرعا. الله عز وجل قادر على كل شيء. الله عز وجل نقل عرش سبأ، ملكة سبأ، من اليمن الى سليمان. قال عفريت قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والذي عنده علم من الكتاب لم ينقل هذا العرش بقدرته إنما بقدرة الله، فالذي قادر على أن ينقل هذا العرش قادر على أن يعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير إن وسائل السفر الزمن والراحلة الدابة، الله قادر على أن يسخر الدابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقادر على أن يقلص الزمن في حق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.